وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. سيد المسيح بيسأل كل واحد فينا النهاردة زي ما كان بيسأل تلاميذه، من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ ونسأله ونقول له يا رب أنت بتقول ابن الإنسان ليه؟ بيقول ما أنا بقيت زيكم، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، أخذ جسدنا وتولد وجيه عشان يبقى زينا، عشان يشيل خطيتنا وموت على الصليب عننا. فعشان كده قال هو من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان. عارفين كان بيقال عنه إيه؟ كلنا عارفين الكلام ده. في ناس كانت بتقول عنه ببع لزبول يخرج شياطين، والشياطين أحيانا يبقوا عارفينه لما كان يعمل معجزة ويخرج شياطين عارفينه، لا الكتاب بيقول أنهم كانوا قد عرفوه. أحيانا كان الشياطين يعرفوه، والناس كانت تقول عنه باع لزبول يخرج شياطين. أحيانا كان واحد يقول له أنت ابن مين ده؟ أنت ابن يوسف النجار. وأحيانا كانوا بيمشوا وراه يقولوا أوصلنا يا ابن داود وصلنا في الأعالي. ونفس اللي قالوا أوصلنا يا ابن داود هم اللي قالوا أصلبه أصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. كل التخبط ده، والمسيح القادر على كل شيء بيسأل النهاردة، نرد نقول له يا رب ما انت السامرية عرفتك، قالت انك انت المسيح المنتظر. واحد تاني قال لك يا رب قول كلمة من هنا يبرأ غلامي. هو انت عارف ان ده له سلطان؟ عارف ان له سلطان. التلاميذ في البحيرة هيغرقهم، السيد المسيح ينتهر البحر يسكت والريح يبكم. إنما السؤال ليك النهاردة، السؤال لينا كلنا، المسيح بقول لك أنا مين؟ أنا مين بالنسبة لك؟ أنا مين بالنسبة لك؟ هو ده اللي يهم ربنا. أنت عرفت ربنا المعرفة الحقيقية ولا لسه؟ ممكن تكون عارفه، ممكن تكون بتتناول، ممكن تكون بتيجي قداس، ممكن تكون بتسمع عنه، بس المحك الحقيقي لسه ما عرفتوش. الاختبار الحقيقي لسه ما جاوبتش الإجابة بتاعتك. بطرس الرسول النهاردة قال له أنت المسيح ابن الله الحي. وإحنا بنقول إيه؟ بنقول لما نقول لك يا رب بنفذ لنا حاجة ما تتمش بنزعل، ولما نقول لك يا رب اعمل لنا الموضوع ده ويتأخر نزعل. طب أنت بالنسبة لنا إيه؟ أنت بالنسبة لنا إيه يا رب؟ عشان كده النهاردة سؤال بيوجه لكل واحد فينا، ياريت نجاوبه بحق، ياريت نجاوبه بعمق، ياريت كل واحد يقعد مع نفسه، أنا المسيح بالنسبة لي إيه؟ ربنا بالنسبة لي إيه؟ واحد بينفذ طلباتي؟ ولا حبيبي ولا أبويا اللي دايماً أقول له أبانا الذي في السماوات؟ أنا المسيح بالنسبة لي مين؟ بالنسبة لي ضابط الكل، مش بخاف من حاجة لأن هو اللي ماسكني بيمينه؟ ولا بالنسبة لي أي حاجة تزعجني لأن أنا مش واثق فيه؟ المسيح بالنسبة لي إيه؟ لو ما دخلتش للعمق مش هعرف أجاوب السؤال. لو ما دخلتش في عمق الله ما عرفش أجاوب السؤال. عشان كده الكتاب قال لنا الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. علاقتك إيه بالروح القدس عشان تخش في العمق؟ ما نعرفش لسه. عايزين نجاوب السؤال، بس عايزين نجاوب صح. عايزين ربنا ما يسألناش كل شوية مين بتقولوا عني، لأنه مرة من المرات سأل بطرس 3 مرات. في كل مرة بطرس قال له بحبك يا رب، المرة الثانية قال له بحبك يا رب، في الثالثة زعل قوي بطرس، هو أنا باين عليا لسه مش بحب قوي، لسه السؤال عايز إجابة صح. قال له أنا أنت تعلم يا رب، ما أنت عارف كل حاجة يا رب، ما احنا ضعف يا رب، ما احنا احيانا نشت عنك يا رب، ما احنا احيانا الغنمة اللي نفسها تعيش على هواها يا رب، ما احنا احيانا الخروف اللي نفسه يمشي في طريقته وبمزاجه وجرب الحياة بعيد عنك بلاقيها مرة ولاقي نفسه يتمرغ في وحي. عشان كده الكتاب النهاردة بقول لك ادخل للعمق، ادخل للعمق عشان تعرف ربنا كويس وتعرف تجاوب الإجابة صح.
في إنجيل باكر النهاردة بيقول السيد المسيح عمل معجزة لواحد أعمى، أخرجه لخارج المدينة وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله ماذا تبصر؟ فتطلع وقال إن أبصر الناس كأشجار يمشون. ليه يا رب ما تخلص المعجزة؟ ليها معنى روحي. ما هو قبل كده عمل معجزة مع واحد أعمى، بارتماوس الأعمى، وقال له روح اغتسل، اغتسل وعاد بصيرا. وبعد ما اغتسل طردوه من المجمع، وبعدين قال لهم أنا مش تلميذ الراجل ده، بس واحد شفاني هو اللي قال لي قوم واغسل عينيك وانت هتبصر. جاء قابله المسيح بعد كده في الهيكل، قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له فين هو يا سيد عشان أؤمن به؟ قال له أنا هو. آمن، دخل للعمق بقى، آمن عمق حقيقي. النهاردة ربنا بيسألك، اوعى تكون شايف ربنا زي ناس شجرة بتتحرك قدامك، ادخل للعمق عشان تشوفه واضح تماما. النهاردة بيقول لنا في المعجزة أشجار الناس كأشجار يمشون، يعني الصورة مش واضحة. اوعى يكون ربنا مش واضح بالنسبة لك، اوعى يكون ربنا لسه صورته مشوشة فيك، اوعى يكون ربنا لسه مهزوز قدامك، صورته مهزوزة ويبقى النيجاتيف مهزوز مش باين. انت مش عارف تميز ربنا. انا لو ادخل للعمق هعرف صوت ربنا، ولو ادخل للعمق احب اقعد مع ربنا، ولو بدخل للعمق احب اسمع صوت ربنا، لانه الراعي الحقيقي ابويا اللي دايما اقول له ابانا، وابويا ضابط الكل الذي احبني وخلصني ومات من اجلي. هو ده ابويا اللي نعرفه. طب احنا نعرف ايه عن ربنا تاني؟ يوحنا، انجيل يوحنا بيعلمنا عن ربنا كم حاجه. بداها انا هو خبز الحياه، أنا هو خبز الحياة، ونهاها أنا هو الكرمة الحقيقية. يعني ربنا بيدي لك جسده ودمه. أهم حاجة في علاقتك بربنا بتاخد الجسد والدم بس باستحقاق، لما تقول لما يقول لك خده كل هذا هو جسدي، مستحق حبيبي. بتمارس سر التوبة، ليك علاقة بربنا قوية، ولا الجسد والدم بالنسبة لك عادة؟ أنا لسه معرفش أنا الجسد والدم بالنسبة لي دول، لما بنتحرم منهم بنزعل قوي. طب لما بيبقوا في إيدينا إحنا بنصونهم قد إيه؟ ادخل للعمق، أنا هو خبز الحياة. السيد المسيح مات من أجلك وعايز يرتبط بيك وعايزك تعيش فيه وعيش فيك. قال لك خذ كل هذا هو جسدي، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه. وهو الكرمة الحقيقية اللي من غيره احنا اغصان تايهة ضيعة، ممكن نقع في اي وقت، نصفر ونقع وندبل ونضيع. انما اللي ثابت في ربنا شبعان من ربنا في الكرمة بيتغذى، عصارة الكرمة بتغذيه، يطلع كده استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اصلا انا ثابت في الكرمة، انا اقدر اعمل كل حاجة مدام ربنا هو اللي ماسك ايدي. وما بين خبز الحياة وما بين الكرمة الحقيقية كم حاجة تانيين، خمسة تقريبا، واحدة منهم نور العالم. وانت ثابت في خبز الحياة وانت ثابت في الكرمة الحقيقية، النور قدامك منور، شايف ربنا على حقيقته وشايف الناس على حقيقتها، عارف تتعامل معاها بحب، لأن ربنا قال لك حب، حب، والدنيا كلها الله محبة، وانت تلميذ والتلميذ يكون مثل معلمه، الله محبة. أنا خدت من خبز الحياة وشربت من العصارة، المسيح قال لي أنت نور العالم، أنا هو نور العالم وأنتم نور العالم. إحنا طافيين ليه؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك صورة المسيح مش واضحة فيا ليه؟ تظهر صورة المسيح فينا زي ما قال بولس الرسول، أبقى ماشي مش أنا، ده صورة المسيح اللي ماشية، في التواضع، في الاتضاع، في المحبة، في التسامح، في الاحتمال، في العطايا، في الوداعة. ما صورة المسيح لازم تظهر فيك عشان تبقى منور طول ما انت ماشي، نور العالم. وبعدين باب الخراف، باب الخراف
أنا المسيح قال أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخرج يخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يخلص الأول، أنا مت علشانك، اللي بخش الباب، اللي بيجي كنيستي بحق، اللي بعيش معايا في حظرتي في الكنيسة، اللي بعيش معايا في سفينة الكنيسة بيخلص، وبعدين يخرج يدخل. بتخش يا حبيبي الباب قدامك مفتوح، ربنا بيقول لك من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يدخل، يدخل يتملي، يدخل يتملي، يجي يتملي من ربنا، يتملي من نعمة ربنا، وبعدين يخرج يفرغ للناس، يخلي الناس تشوف وتسمع. فلان بقول لنا آية النهاردة، وفلان قال لنا وعظة النهاردة، وفلان قداس النهاردة غيره قوي، وفلان ما كانش كده الكنيسة غيرته، ونسمع صوت الكنيسة. يبقى يخلص يدخل يخرج يجد مرعى. خلاص بقى ربنا معايا شبعني، أنا مش محتاج حاجة تانية، أنا ربنا شبعني، مش محتاج من العالم حاجة. طول ما أنا باكل من إيد ربنا، طول ما أنا باكل الخبز الحقيقي والدم الحقيقي، مش محتاج حاجة من العالم، أنا مش محتاج حاجة تانية من العالم. ساعتها أقدر أقول بجد إذا كان لنا القوت والكسوة نكتفي بهما. وبعدين نقطة رابعة، يقول أنا هو الراعي الصالح. الراعي الصالح اللي بيقودك، يقود الحملان والمرضعات. انت بتحبني يا رب، انت راعي صالح. اصلا انا يوم من الايام مررت عليك، واذ زمنك زمن الحب، مررت بك واذ زمنك زمن الحب. ربنا حاسس بيك، ربنا حاسس بيا وبيك، وجي يقول لك حبيبي زمنك النهارده بعيد ليه؟ مررت بك واذ زمنك زمن الحب. بقول لكل نفس فينا، كل نفس فينا، وقتك دلوقتي، الوقت بتاعك دلوقتي، قوم قوم عشان تشوف الحاجات على حقيقتها، قوم عشان تشوف ربنا وتخش فيه للعمق، قوم عشان تشوف السماء اللي مستنياك، قوم اجهز للسماء اللي مستنياك، ما تنامش لحسن النوم تطير منك حاجة وانت مش داري. الراعي الصالح لما يشوف حملة تعبانة يشيلها على كتفه، يجري يشيلها، يحمله على منكبه فرحا مسرورا، يترك 99 ويذهب للخروف الضال. 99 ملاك ممكن يسيبهم في السماء، ويجي الخروف ضال في الأرض يدور عليه، يعمل زي السامرية، يمشي 6 ساعات ويقعد على بير في عز النهار، في عز الحر، يقعد يستنى واحدة يخلصها. انت بتعمل كده ليه يا رب؟ قال ما أنا جيت مش عشان أهلك العالم، أنا جيت عشان أخلص العالم. يجري الزكة، هو ما كانش ماشي كده اعتباطا يعني ولا حاجة بالصدفة، لا، ده اليوم أكون في بيتك، وربنا بيقول لنا كده، اليوم أكون في بيتك، اليوم أكون في قلبك وأسكن قلبك لأنه ده موضع راحتي، ربنا بيقول لك كده. وبعدين يقول لك أنا هو القيامة والحياة. حبيبي محتار ليه؟ محتار ليه؟ تيجي مرسى تقول له أخويا مات وانت كنت فين؟ يقول لها سيقوم أخوك. طب ما احنا ميتين بالخطايا والذنوب، ربنا يقول لها سيقوم أخوك. تيجي مريم تقول له نفس السؤال، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. يقول لها أنا قلت ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله. طب إيماني مهزوز ولا شكله إيه؟ إيماني ثابت وواثق في ربنا. إذا كنت في الأرض لي المسيح، وإذا كنت في السماء الموت ربح، ولي المسيح في الأرض وفي السماء. أنا هو القيامة والحياة، اللي مات علشاني عشان يقومني وياخدني معاه للسماء، ما هو ده اللي أنا لسه غريب عنه، اللي أنا مش عارفه. النقطة الستة، الطريق والحق والحياة. واحد يقول أنا محتار، محتار ليه يا حبيبي؟ أصلا مش عارف أعمل إيه، مش عارف السكة. ده ربنا قال لك أنا هو الطريق، إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء أسلوكي على أثار الغنم، وارعي خرافك عند مساكن القديسين. ما تمشي، ما تشوف القديسين سبقوك إزاي، ما تشوف بيتك فين، ما تشوف مسكنك فين، انت بعيد عن الناس دول ولا ماشي معاهم، خطك مع ربنا ولا انحرفت شوية وحابب تمشي مع العالم. ابن الضال بعد، بس يوم ما حس
انه ابوه مستنيه، ويوم ما حس انه كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا، اقوم الان وارجع لابي. لا ده انا كنت محترم في بيت ابويا، انا كنت حابب بيت ابويا، ايه اللي جابني للعالم يبهدلني؟ رجع ولقى الاب يقع على عنقه وقبله وقول له تعالى، كنت ميت اخوك كان ميت فعاش وكان ضالا فوجد. عايزين نعرف ربنا المعرفة الحقيقية. السؤال النهاردة لينا كلنا عشان نجدد معرفتنا بربنا، عشان نجدد وندخل للعمق فيه، عشان يدخل معانا في مجد. ربنا يكون معاكم، يعطيكم دايما المعرفة الحقيقية، يعطينا جميعا لله المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.